بالتالي مساحتنا الأولى حتكون مع التطوع وفريق طبي تطوعي طبعا بوصلته إنسانية كان وما يزال عم يشتغل بجهد وعلى أرض الواقع، وأخذ يمكن هيك صيت كبير مثل ما بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صدى العالم اللي ساعدوهم. أكيد زينب، وفريق عقمها التطوعي اللي لقى كتير رواج، ويمكن مثل ما قالت زينب تحت الهواء أنه نحن شفنا عبر السوشيال ميديا هيدي الحملة منتشرة كتير، ورح نحكي عن أنشطته للفريق وإنجازاته ضمن مساحتنا الصباحية. بصرنا نرحب بالدكتور قاسم عواد منسق عام لمبادرة عقمها، والدكتور هيثم زمزم المدير الطبي لمبادرة عقمها. يسعد صباحكم، صباح الصحة خلينا نقول. صباحكم خير إن شاء الله، إن شاء الله دائما نضلوا بخير يا رب. إن شاء الله. يسعد صباحكم عن جديد دكتور قاسم. حنبلش معك هيك نذكر العالم بفريق عقمها، فكرة التأسيس إمتى قام وكيف كانت أنشطتكم على أرض الواقع؟ أوكي، هلا نحن من الأساس انطلقنا مع انطلاق الجائحة حول العالم، يعني نحن بلشنا من الشهر الثالث قبل ما توصل الجائحة لسوريا. شفنا نحن الوضع حول العالم كيف عم يصير وكيف عم ينتشر من مكان ولمكان ثاني وبسرعة كبيرة وبسرعة رهيبة. فاجتمعوا مجموعة شباب حبوا يقدموا مثل نوع هيك توعوي إنه نحن يا جماعة في شيء خطير جاي على البلد، فنحن لازم ناخذ اجراءاتنا. فبداياتنا كانت هي بس هيك بحملات توعيه، نزلنا على الشارع نحكي العالم نخبرهم نعطيهم مثل شيء هيك انه على التاتش بس مشان تذكرنا بوسائل الوقايه. صحيح. مع مرور الايام نحن كلكم اطباء؟ لا، نحن كنا من مختلف فئات الشعب، يعني كنا اطباء، يعني اطباء طلاب جامعه حقوقيين مختلف الشرائح. يعني مع الايام نحن يعني صار في مثل نسيان للموضوع، يعني العالم فكرت انه خلاص ما عاد يجي المرض، المرض انتهى، هو راح دول العالم وما اجى لعنا. للاسف هو كان بس عم يتاخر علينا. يعني مع انطلاق الجائحه نحن انطلقنا لمرحله ثانيه هي اسطوانات الاكسجين. نعم. هي التوعيه، يعني عمليه التوعيه، عمليه الاستشاره الطبيه. فبهذاك الوقت نحن احتجنا لكادر طبي، احتجنا لعالم اختصاصيين بالمجال البحث يعني. فاستعنا بالكوادر الطبيه، استعنا بالدكتور هيثم واصدقائه، والحمد لله يعني قدرنا نحن نكبر الشغل ونصير مثل عباره عن يعني خدمه طبيه، معاينه طبيه، استشاره طبيه هاتفيه بالاضافه لاسطوانه الاكسجين، وكبرنا على هذا الشيء. والحمد لله نحن اليوم يعني قدرنا نخدم عدد كبير من المرضى، قدرنا انه الحمد لله فينا نقول انقذنا ارواح بشر يعني باعداد كبيره، وهذا اكبر انجاز لنا يعني الحمد لله. أكيد يعني أكبر إنجاز مثل ما ذكرت هو أنك تنقذ حياة شخص من الموت، إن شاء الله ما حدا بيشوف ضرر. رح ننتقل لك دكتور هيثم لنحكي أكثر أنه أي فريق ببدايته بيكون عمله يعني خلينا نقول بداية، يعني بده يبلش عمله لينجز شيء معين، في صعوبات معينة يمكن أنتوا واجهتكم من خلال تغطيتكم لأكبر عدد ممكن من خلينا نقول المناطق، كيف لقيتوا تفاعل العالم، استجابة الناس لكم، خصوصي أنتوا جايين خصوصي من شانهم كرمالهم؟ بالبداية صراحة أكثر مشاكل واجهناها هي التنقل، المواصلات تماماً من منطقة خاصة في مناطق ضمن دمشق بعيدة عالية، السيارات حرفياً ما بتوصل لها، لا سيارة إسعاف ولا سيارات، فكثير أحيان كنا نمشي للمنطقة حتى نوصل لعند المريض، خصوصاً إذا في حمل أسطوانات أكسجين أو شيء نساعد المتطوعين حتى نوصل الأكسجين للمريض. هاي من ناحية، من ناحية الصعوبات كان في نقص بالأدوية، نقص بالمعدات الحماية للأطباء، كل المعدات الطبية معدات غالية مكلفة، ارتداءها صعب، هاي الصعوبات في بداية العمل. بعدين صرنا نتحسن شوي شوي، صار يجينا مساعدات عينية تبرعات، تحسن هذا الوضع بشكل كبير الحمد لله. طيب بما أنه كان في هاي الصعوبات من حيث أنتم كمان كأدوات وتجهيزات لإلكم ككادر تطوعي وطبي، خلينا نحكي عن الأزمة اللي صارت بأسطوانات الأكسجين، كمان كان لكم دور كتير فيها، إن كان بتعقيمها وإن كان بتأمينها كمان لبعض العالم، قد لعبتوا دور؟ وهلأ بهي الذروة اللي عم نشهدها عم نشوف كأنه بدمشق أخف من غير محافظات، وهل لكم أفرع بغير محافظات؟ تمام. هلا بالبدايه هو ما اجى لعنا المرض للاسف اجى بشكل فجائي، يعني نحن كنا بيوم وليله عم نشوف الحالات عم تزداد والطلب صار عم يزيد على اسطوانات الاكسجين. دمشق ما كانت مجهزه حالها يعني بالشكل الكامل بعدد الاسطوانات الكافي، فبدايه الذروه الاولى كان في طلب شديد، فللاسف يعني صار مثل سوق سوداء، يعني صار في طلب زايد وصار في عالم انه عم تحاول تبيع مثل سوق سوداء يعني. نعم. فوصل في بعض الاحيان سعر المليون ليره. صح.
ويعني حتى اذا يعني مليون ليره يمكن ما كانت تتواجد كمان. فنحن لعبنا على هذا الوتر انه لا، انه لازم نحن ندبر اسطوانات الاكسجين. فنحن عملنا حلول بديله، مثلا صرنا نتواصل مع اهل اللاذقيه، نتواصل مع حمص، نتواصل مع عدرا الصناعيه، حتى بعض الاحيان يعني عملت اتصال بحلب انه اذا نحاول نحن نجيب اسطوانات لهون. فكان في طلب زايد، ويعني نحن كنا عندنا الحلول البديله انه نطلع المحافظات الثانيه ونجيب الاسطوانات لهون. الحمد لله نجحنا بهذا الحل. هلا مع الموجه حاليا عم نشهد حاليه، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني فينا نقول انه الاسطوانات تأمنت. يعني الشيء اللي كان مو موجود بالذره الاولى هلا حاليا العالم لا تجنبت هذا الموضوع، فصار في كميات اكبر، صار في طلب زايد من كل التجار، والناس عم ترجع على الاسطوانه هلا بعد يعني لا الحمد لله طالما نحن انه تعاوننا مع العالم، العالم تتعاون معنا. يعني وقت ما يشوفوا خدمه مقدمه وانه روح طيبه وعن جد في شيء على الارض كثير العالم بتحبه، فالعالم بتتعاون معك. فالحمد لله يعني هلا ما في يعني بدنا نقول انه الاحتكار، في عدد اسطوانات كافي في مدينه دمشق. ممكن باقي محافظات انا صراحه ما عندي يعني تفاصيل كافيه، لانه نحن فقط في دمشق وريفها، فقط يعني فقط في دمشق. تمام. بس في مبادرات يعني انطلقت على نفس المبدا، والحمد لله نحن بنشجع الكل. يعني اكيد ما بنحتكر الفكره، هي الفكره للجميع يعني. فنحن دائما بتحكوا معنا بالحمص اللاذقيه حلب، فدائما نحن على تواصل، يعني بيطلبوا منا استشارات شو نعمل وين نروح، بس نحن دائما ما عندنا تنسيق على ارض الواقع. يعني هي المشكله الاكبر يعني عم تصير. تماما. دكتور هيثم، يعني حكيت نقاط جدا مهمه، كمان في نقطه لازم نحن نوضحها للكل، هي كميه الوعي اللي نحن لازم نكون او نتمتع فيه بفتره من الفترات. يمكن لاحظنا ببدايه ازمه كورونا، وعندنا ازمه لانه هي ازمه فعلا وجائحه كثير كبيره، كان ما في نسبة الوعي عند الناس على الله. أكيد الله هو قادر على كل شيء، ولكن دائما الحذر أو الاحتياط واجب. ويمكن جائحة كورونا بالذات الوقاية بيقولوا خير من قنطار علاج. خلينا نحكي كيف ملاقي الوعي المحيط، يعني وعي العالم. انتوا بإضافة لعملكم قديش كمان تبذلوا قصار جهدكم لتوضحوا للعالم انه هذا المرض ما فينا نستهتر فيه؟ من ناحيتنا نحن حاليا محتضنين من قبل جمعية تنظيم الأسرة. نعم. عملنا فريق كامل حوالي 60 أو 70 طالب طب فقط للتوعية. خلال حملة مدارس، نحن من خلال الثلاثة أشهر الماضية عملنا حملة بالمدارس للتعقيم وللتوعية وللاستشارات الطبية والاستشارات الهاتفية، فقط نوزع أرقامنا على الطلاب، نعطيهم كمامات، علب تاتش، هي مو مشان العلبه بحد ذاتها، بس الطالب بتضل بعقله انه في لازم عقم، لازم يضل ملاحق هالقصة. وفريق التوعيه الله يعطيهم الف عافيه، بذلوا جهد كبير بالتوعيه ورفع الوعي. انا برايي الشخصي خلال الذروه الثانيه في وعي اكثر من الذروه الاولى خلال بالشعب. في ظروف صعبه بالبلد، في اشياء غير قابله للتفادي مثل المواصلات، النقل العام، بشكل عام الوعي افضل. بشكل عام الوعي افضل خصوصا وقت اللي عم يمرض الشخص، يعني صار في وعي بيحجر حاله فورا، حتى لو نزلت برد، حتى لو اي مشكله ثانيه عم يعزلوا حالهم بشكل عام افضل من الذروه الاولى. صار يمكن سالي في هيك ردة فعل كمان من هذا الشيء، ومعلومات تراكمت قد ما الناس بالذروة الأولى هيك شوي كمشت حالها. خلينا نحكي شوي عن آليات التواصل مع الناس. أنتوا كفريق عقمها كيف عم تتواصلوا مع العالم؟ الاستشارات كيف عم تتلقوها؟ إذا كان حدا مريض عم تعطوه نصايح مثلا؟ تمام. هلا نحن الخدمة الأساسية اللي انطلقنا فيها هي الخط الساخن. نحن عندنا خطين إسعافيات لأي استشارة طبية، 24 ساعة دائما متواجدين. شو هن الأرقام كمان خلينا نذكر؟ تمام. هلا في عندنا رقمين موبايل، ورقم أرضي هو من قبل جمعية تنظيم الأسرة. فرقمين موبايل هن 0982 319 439، 0982 848 0354. وفي عنا رقم أرضي كمان اللي ما بيقدر يتواصل معنا على الموبايل هو 333-0185. فنحن أرقامنا دائما متواجدة 24 ساعة. أي حدا عنده استشارة طبية، أي حدا عنده معاينة، إذا بتريد نرجع بس نعيد الرقم على مهلنا مشان لكل حدا. أوكي. 0992-848-0354 0988-319-439 و33-0185. هدول أرقامنا دائما متواجدين 24 ساعة لأي خدمة طبية، لأي استشارة، لأي معاينة، أي حدا بده شيء. يعني بعض الأحيان بتجينا يعني أبسط التفاصيل، يعني بعض الأحيان نحن في حالات إسعافية العالم ما بتعرف تتصرف، فبيحكوا معنا إنه شو نعمل، فبنعطيهم أرقام الإسعاف، بنعطيهم رقم الهلال، فبنعلمهم كيف يعملوا، كيف يتصرف. وبعض الأحيان بتجينا حالات بسيطة بنقول لك كيف تعمل، كيف تحجر حالها.
بعض احيان بتجينا حالات شديده ما عندها اي علم عن حالها انه في هي وضع صعب وما نعرفان شو اعمل، فنحن بنعطيها. بعض الحالات بتطلب منا انه نحن بدنا طبيب، فنحن فورا بنطلع لعندها والحمد لله رب العالمين. يعني باي ساعه مع العالم تمام، دائما دائما يعني باي ساعه يعني نحن مطلوبين، يعني نحن الساعه 3 بالليل متواجد، الساعه 4 بالليل، الساعه 9 الصبح، فدائما نحن متواجدين. فالحمد لله يعني نحن قدرنا نخدم هذا الموضوع، خاصه نحن هلا يعني مشكوره جمعيه تنظيم الاسره اعطتنا مركز كامل مجهز بكل نعم كل نعم. الاشياء يعني مشان هذا الموضوع. يعني مشكورة الجهود المبذولة، نحن عن جد منفتخر فيكم بهي الأزمة، خاصة يعني أثبتوا جيشنا الأبيض هو لا يقل أكيد عن جيش العربي السوري، اثنيناتهم بخندق واحد، اثنيناتهم عمل إنساني. بدنا نشكرك كثير دكتور هيثم وأيضا دكتور قاسم على وجودكم معنا، هاي الأرقام صارت عن جميع مشاهدينا اللي يتواصلوا معنا. الله يسلمك يا رب، شكرا لكم، مشكورة جهودكم، شكرا لكم. واكيد اي عمل تطوع بيحمل طابع انساني بنفتخر فيه، وخاصه بالازمات قد ايه حلو السوريين يكونوا مع بعضهم. موفقين يا رب، وان شاء الله هيك ما كثير حدا يحتاجكم يا رب. ان شاء الله، امين يا رب. شكرا لكم، الله يحميكم. شكرا لكم على